يلا يلا طيب. هلا ايش بدنا نسوي؟ هلا رح نسوي الكيكة الموز الباردة. الموز الباردة، المقادير على الشاشة. زاكية هاي. يلا. لتحضير كعكة الموز الباردة، احنا بحاجة إلى 4 حبات موز، 2 باكيت بسكوت، تمام، 2 معلقة من الحليب المكثف المحلى، و6 حبات جبنة كريمية، علبة قشطة بنكهة الموز موجودة بالأسواق، 3 معالق من حليب البودرة، كريمة بودرة، 1/4 كوب ماء، وتوفي اللي هو الكراميل، تمام؟ تمام. يلا. يلا. هلا أول شيء رح نعمله رح نحط الجبنة. الجبنة المكعبات بتاعت السندويشات. هو المهم أي جبنة كريمية يعني لازم تكون. نعم. ولازم تكون بحرارة الغرفة لحتى أقدر أخبطها. أيوة بالضبط. خبطيها يلا. معلقتين هون الحليب المكثف. نعم. هلا رح نخبطهم مع أولاد شيف. يلا خبطيهم يا ستي. الساحة معك، تفضلي. هلا راح نضيف قشطة الموز. نعم. طبعا ليش حطينا قشطة الموز؟ علشان تعطي فليفر غني بالموز، فبيكون الخواطر. رح نحكي بعد ما نوقف ال هلا راح نضيف الكريمة. الباودر. الباودر نعم. وربع كوب ماي. نعم. وكمان الحليب الباودر. تمام. نعم ريحة الموز فحفحت. يس اوكي. هلا احنا شو رح نعمل؟ خلصنا الخليط الكريمي صار اموره تمام. تمام. ايوه الله يسلم ايديك الحبيبه. طيب. رح نجيب البسكوت، هذا البسكوت بالقهوه، نكهه القهوه مع الموز كثير زاكيه. فرح نكسرهم يعني تكسيرات مش كبيره ولا صغيره كثير. قال بقول لك انت مغاوزه مع الشيف وملبقه كل اطباقك مع فستان الشيف. طب والله ميالي حسن حظي اليوم. عاملين تيم حلو. نيتي صافيه والله. رح نحط 4 في كل كاسه، طبعا حسب الحجم اللي انتم بتعملوا فيه. هلا اذا بدنا نعمل بيجات بايركس بنغطي البسكوت بشويه صغيره من الحليب عشان نصفطهم فوق بعض. بس اذا عملناهم بكاسات او صحون لا ما بنحط عليهم حليب. نعم. تمام. هلا رح نقطع الموز نحط عليهم يعني في كل صحن نحط لنا 3 شرحات. اوكي هلا رح نقطع الموز. هذا البسكوت بنكهة القهوة صح؟ يس. فكتير هيك بيلبق مع ممكن لو حطينا رشة قرفة بتوقع هيك تطلع اشي طيب صح؟ يس ممكن يعني الواحد بجرب. هلا في كل مرة الواحد لما يعمل أي وصفة بكون احترامي لكل الشفات أكيد بكون اشي زاكي، كمان ممكن أنت يطلع معك اشي بالغلط. شو رأيك نقطعها على إيدنا؟ يلا أوكي. طيب هذا موز ايش؟ مستوي لازم عشان يكون أطيب هيك ما يكون في عرق. طيب الست علا حسونة بتقول بدي عمل خبز اللوز أو بتعرف وين موجود لمريض السكر. أنا بدلك تحت الهواء من وين ناس متخصصة وعندها هاي الأشياء لمرضى السكر. أبشري. أم خالد قطوف كل الاحترام والتقدير لكم. عبير ذيابات ومعانا ملاك محمد العدوان يسعد صباحكم. هناء الجمال احكي للفطر اللي حطته الشيف ضيفتك ناي. نعم هو الوايت مشروم أو خليني أحكي اللي هو الفطر الأبيض الطازج.
هلا ابو ليلى يعطيكم العافيه واطباق مميزه. تمام، هلا احنا رح نعبي الخليط بالكاسات. بس رح نحط اول شيء من صوص الطوفي، يعني بنشتريه جاهز او احنا بنعمله في البيت، ما في اي مشكله. نعم، رح نعمل جاهز بالاسواق، هذا عشان يحلو. هلا اذا ما عندك يعني لا تتغلب، حطي لك معلقه عسل تمشي الامور، حطي لك معلقه قطر تمشي. صح صح صح، كل حاجه صح. كله ماشي، كل طيب. شيء مع الصحه منك. هلا رح نبلش نحط عليهم اطباق حلوه وسهله. بصبح عليكم من ابو ظبي، تحياتنا لكل الجاليه الاردنيه بكل بقاع العالم حبايب القلب. هلا هون رح نعبي الصوص الابيض كلهم. بعدين هون ايش رح نحط بالوش؟ هلا رح نزينهم بالموز والبسكوت وصوص. يلا انا ما بدي اخذ حقك بتقديم طبقك، تفضلي. عشان ايش يعني هون انتم بس عبوا الصوص وحطوهم بالثلاجه، لما بيجمدوا رح نعمل زي ما هلا رح تعمل دعاء. يلا عشان وقتنا انتهى. واذا بزبط معك الدوزني، بدي اعمل لك هلا فحص مهاره، اذا بزبط معك الدوزني الكلام مع الشغل تفضلي. الصحه لك قبل الختام. اوكي يلا. هلا احنا رح نحط الموز عليهم والبسكوت. أيوة. بس حابب احكي انه كل حدا في الدنيا في عنده مساحه من الابداع والتميز. صح. فانه انت بتقدري تبدعي. هلا في ناس بشوفوا انه هذا الإشي مش صح، وانه في ناس بيكسروا مقاديفك، بس لا، انت فيك تكوني قويه لانك انت بدك هذا الشيء مش عشان الناس، ولا تستني حدا يطلعك وتنجحي، انت انجحي بدراعك. نعم. وسلامتك. وسلامتك تعيشي. يلا قدمي لنا البسكوتات عشان نختم فقرتنا، ونذكر بالاطباق اللي عملتهم اليوم. دعاء سليمان عندها مشروع منزلي اسمه بتنجانه، شيء كثير حلو وعلى المدى البعيد، ومن الناحيه التسويقيه هو اسم صراحه بالمرتبه الاولى، بحفظه المشاهد ما بيقدر ينسى. عملت لنا اليوم فيليه الدجاج مع صوص البرتقال، بالاضافه الى سلطه شمندر مع الفطر الابيض الطازج وصوص المانجا، شيء كثير طيب ولذيذ بصراحه الصوص، بالاضافه ل الطبق الثالث والأخير اللي هو تحلاية باردة، اللي هو كيكة الموز الباردة. سهلة ولذيذة وسريعة وهيك مرتبة ومتكتكة، وإشي حسب القدرات اللي ممكن متوفرة يعني بكل بيت، إن شاء الله الكل يقدر يعملها إن شاء الله. يلا رح نحط التوفي، اللي ما بده سكر ما يحط لأنه توفي جدا حلو، وهو كمان حليب مكثف فيها كمان يعني نسبة سكر بتكون كثيرة، ف نقدر نقلل. نعم، يا سلام عليك يا دعاء، عاشت ايدك حبيبتي. قلبي الصوص عم بيلزق. يا سلام، الله يسلم هالايدين الحلوين. ممكن وريحة الموز بتشهي حبيبتي قلبي. بدي اشكرك على وجودك معنا دعاء، انعشت قلبي بهمتك واصرارك. انا بعرف الظروف اللي انت مريتي فيها، ولكن هذا ما تعودنا عليه بالسيده بشكل عام العربيه، بديش احكي الاردنيه. السيدات دائما نشميات، وين ما تحطها بتيجي واقفه اخت رجال وبنات رجال، لانه مجتمعنا خليني احكي دائما بدعم، وهذه رساله جلاله الملكه رانيا ام الكل انا بسميها. فكل الاحترام والتحيه لكل سيدات المجتمع اللي علموا ابنائهم دائما قديش مهم تكون في مكانك انت ثابت وراسخ القواعد. رسالتي في نهايه الطريق من خلال دعاء وظروف دعاء اللي مرت فيها في السابق، مش مهم تدور على الكلمه الحلوه عشان تضل هيك ماشي وتوصل، دور دائما على الكلمة اللي مش منيحة، دور دائما على الانتقاد السلبي، لأنه هي اللي بتكون صفعة على وجهك لحتى تصحى وين أنت رايح وتوديك على القمة. صباحكم عسل، صباحكم سعيد، صباحكم طاقة إيجابية، دور دائما على الصح عشان تمشي بالطريق الصح. إلى اللقاء.